ونتلقى أول سؤال من الأستاذ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إبراهيم، اتفضل. حضرة الشيخ اللي معايا؟ أيوة يا فندم، معاك أستاذ إبراهيم. أنا عندي مشكلة لابني، يعني تعبانة جدا 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 في البيت. إيه يا سيدي؟ وعنده 32 سنة. كل ما نحاول نخطب له فبتفركش الشغلانة وكده، يعني ممكن حضرتك أمه توضح لك المشكلة أكتر مني. طيب اتفضلي يا حاجة. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا حاج، ايه بقى يا ستي؟ عندي ابني كان كويس ملتزم، بيصلي وهو صغير كل صلاه بيصليها في الجامع وكده، فوقع في حته، الحته دي مش حلوه، فبعدها ابتدى يتخن، قعد 40 يوم سخونيه مش سايبه ليل ولا نهار. طيب. ودي الدكتور بالليل والدكتور بالنهار، وحقن وعلاج السخونيه مش نازله، وفق بعد كده يضرب فينا ويضرب في اخواته، وانتوا مسكتوا دي ليه، ومنا معسل، ومن مسك المخده، ومن مسك المعلقه، ومن شرب من الكوبايه، وضرب موت. المهم اخر ما تعبنا ودنا له واحد شيخ قال ده معاه حاجه جامده قوي انا مش هقدر عليها. طيب. فودوا له حد تاني نفس الكلام، قال لا ده معاه حاجه جامده انا مش هقدر عليها. طيب بعدين؟ ففضل بقى احنا مش بنجي، كنت يجي هنا فجاه اقرا في الكرسي او المعوذات عليه كده وهو نايم، ويجي قايم واقف في عز ما بنحتال، يجي تافف في وشه ويقوم جري على بره، يطلع يقعد بره. طيب خلاص. في حد تاني يا حاجه؟ ايوه بقى كبر بقى، التعليم والشغل والجيش والخطايب، خطب يجي 80 مره، ويبقى قايل على واحده لسه ما ردوش، ويقول لك ايه طب اشوف واحده كذا كذا، شوفوا لي دي، شوفوا لي دي، شوفوا لي دي. طيب. هيجننا هيجننا والله. طيب اقول لحضرتك حاجه يا حاجه كده، خلاص السؤال ولا لسه في حاجه تاني؟ ويعني بقول لك انا بقصر لك بلم لك الموضوع، يعني هو ده بقى ايه يعني. طيب أكل انا اجاوب على حضرتك يا حاجه. طيب بص يا حاجه، على طول كده ما تخطبيش لابنك تاني، يبقى نصيحتي لحضرتك ما تروحيش تخطبي له تاني، لما يجي يقول لك عايز اخطب ما تخطبلوش تاني، وهناخد كده ابننا الكريم ده وهنروح بيه لطبيب نفسي. تاني هقول الكلام مره تاني، ابننا الكريم ده محتاج طبيب نفسي، ولا في جن ولا عفاريت وكل الكلام اللي بيقولوا الناس دول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، دخلوا المعنى ده في دماغكم، وعاش وعاش ابنكم كل السنوات اللي هو عاشها دي، و هذا الاضطراب النفسي بينخر جواه، دي صدمة حصلت له لأي معنى من المعاني، فهو أصبح في حياته متشكك من كل شيء حوله، بيحصل كتير. يبقى إيه اللي حاصل؟ المسألة ببساطة محتاجة طبيب نفسي يكون فاهم في قضايا الوسواس والتشكك، بس مسألة سهلة مش محتاجة أكتر من كده يا حاج إبراهيم.